لماذا نتلقى هذا الكم من النصائح الغذائية الصحيحة والمشكوك فيها؟ ببساطة تتبع شركات الأغذية إما الترويج عبر المؤثرين أو أخصائي التغذية من أبحاث ممولة. وهنا حللت صحيفة واشنطن بوست آلاف المنشورات ووجدت أن الشركات ومجموعات الصناعة دفعت لأكثر من 68 من المختصين في التغذية ممن يمتلكون ملايين المتابعين عبر إنستغرام وتيك توك مقابل تقديم رسائل صديقة لصناعاتهم ومحتويات تشجع المشاهدين على تناول أطعمة تتعارض مع الأكل الصحي وتقلل من المخاطر الصحية للأطعمة المصنعة، حيث قامت حوالي 30 اختصاصية بالترويج لمتابعيهن وبلغ العدد نحو 11,000 متابع. طبعا استراتيجية تجنيد اختصاصيات التغذية توسع نطاق انتشار النصائح الغذائية المشكوك فيها بين الأجيال الجديدة وأولياء الأمور الذين اعتادوا على تلقي الأخبار من السوشيال ميديا.